أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. طابت أوقاتكم، معكم رؤوف خليفة في التعليق على مباراة اليوم. دانيال كارفاخال، سيرخيو راموس، توني كروس يحاول تمريرها عبر الدفاع، يلعب كرة بينية ساقطة. بيل سدد، هذه كرة تمر، وجول. كرة مثالية بسرعة خيالية، كرة لا تسد ولا ترد. يحاول أن يلعبها بينية، مراوغة رائعة. دانيال كارفاخال يعود بالكرة إلى الخلف لبناء، وبكل براعة يحرز الهدف. أحرزوا هدفا آخر خلال دقائق قصيرة. من الصعب دائما على الحارس أن يتعامل مع مثل هذه الكرات. عبرت الكرة من فجوة صغيرة في الدفاع ولم يتمكن الحارس من فعل شيء سوى احضار الكره من داخل الشباك. هل كان في استطاعته الوقوف في طريق الكره؟ كريستيانو رونالدو سيد الكرات الهوائيه، قناص الكرات الراسيه، قد انه هدف اخر. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. كانت الركنية بالمقاس إلى داخل المنطقة وقام هو بباقي المهمة. مقابل لا شيء الآن. ها هي التسديدة. يمشي بالكرة ويكمل الخطورة، هدف من أجمل ما يكون. أحكموا قبضتهم على المباراة بلا رحمة ولا وعدة. إنه قناص ماهر. هو كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، بنزيما، واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. سجل هدفين في هذه المباراة وأصبح في طريقه لتسجيل هاتريك. مارسيلو يلعب كرة بينية، كرة تعدي، جول. هذا هو ما يحدث عما يسمحون للاعب من هذا التراس بالحصول على مساحة في منطقة الجزاء. والسؤال هو لماذا لم يقم أحد بإحكام مراقبته؟ دفاع انتحاري في رأيي. إلى من طريقة رائعة لاستكمال الهاتريك. المساحة الخالية مع مودريتش، هذه كرة جول، جول. هذه بالتأكيد تمريرة سيئة في الوسط، رأى تمريرة ضالة، تحرك واعترضها وقطع الطريق حتى المرمى ليسجل الهدف. هجمة مرتدة كما يقول الكتاب.
أظن أنه سيأخذ تلك الكرة بعد المباراة للذكرى.